سي حسن باش نشوف الاجتماع ديال الفيدراليه. اليوم اجتمعنا الحمد لله كنشكر الناس كاملين اللي كانوا هنايا في الفيدراليه ورئيس ديال الجمعيه. الحمد لله اجتمعنا خرجوا بواحد الاختتام ديال الاجتماع بان غتكون مقاطعه ديال الماده الخامه مده الاسبوع باش الثمن ينزل باش دوك المضاربين ما بقاش يلعبوا علينا الثمن. غنهبطوا سيمانه ديال توقف الماده الخامه ما غنبقاش نشريوها بحال غنوقفوا الماده الخامه كنهضروا عليها باش الثمن يهبط باش يكون الثمن يكون معقول. هذا هو الاجتماع اللي خرجنا وكاين بزاف ديال النقاط خدموا عليهم ولكن اللي كتهم المواطن باش الذهب ينقص باش ما بقاش نحلموا بان 1000 درهم للجرام غادي يدار 1000 درهم للجرام بحال حنا المسببين باش يوصل هذا 1000 درهم للجرام. حنا دابا الحمد لله ملي اجتمعت الفيدراليه ورئيس الجمعيات والممثلين ديال هذا القطاع الحمد لله خرجوا بواحد النتيجه بان اسبوع مازال غتكون الماده الخامه باش الثمن ينزل. هذوك المضاربين بحال كنقول لك اخويا خلي عندك سلعتك ديك الذهب انت خلي عندك ما بغيناش تهبط الثمن ونشريو. هذا هو الختام باش خرجنا اليوم ونتمنى ان شاء الله تكون في ارض الواقع باش الثمن يهبط. حيت الا هبط الذهب من عند هذوك الناس اللي كيبيعوا الماده الخامه السوق غادي يتقاد والمواطن حتى هو ما غاديش يكهبط على الذهب غيكون الثمن معقول باش عامه الناس تشري الذهب وتدخر فلوسها بالمعقول بالمنطق. هذا الشيء اللي بغينا ونتمنى ان شاء الله هذا الشيء يكون فيه خير ان شاء الله.